السوق على عمر بن ياشر عمر. اليوم قررنا لانه هو اجي عمر اجي عمر اش قررت قررنا لانه هو عمر هو اللي غادي عمر بالمير غادي يدير استجواب مع رجاء بالمير. فين هو ذاك البطن ديال الترنانا ترنانا؟ انا كعرف واحد كيدير ترنونو كعرف واحد ولكن ترنانا مازال ما عرفش ترنانا. بغيتي ترنانا ولا بغيتي ديال الخلعه؟ ها هو انت هو هذا شوف هو هذا صافي النيفو هذا خلينا واخا بغيتي زعما شوف عمر عمر بالميره غادي نعطيك الميكرو غادي نعطيك الكاسك ها غادي نبقى واقف موراك حيت ما تعرف ها خويا رزقي المحل فهمتيني بحال قلتي انت بحال قلتي انت صاحبي وجيتي عندي للحانوت عندي شي غرض باش نقضيه فهمتي غنخليك جالس انت انا مرحبا خويا غادي نبقى واقف موراك وغادي ندير غادي ندير ديك الوقفه ديال هذوك اللي كيدوزوا في التلفازه صافي اللي كيكونوا جالسين نوري لها عفاك في هذه البقره في هذه الفقره ما بغيتش الضحك رجاء وي السؤال الاول علاش اغلبيه سنابات ديالك كتكلمي بالخليجيه وعمر بالمغربيه بغيتي تسول هذا السؤال باش تطلع انت زعما زوين ماشي مشكل حيت المتابعين اللي عندي خليجيين ومو مخليني نجاوب عافاك مو طيارة كملي حيت المتابعين اللي عندي خليجيين كما قلت وما يمكنش عمر الا هضر بالمغربيه يعني عمر له ضرب المغربيه رجاء تايت ضرب مغربيه ما غيبقى حتى واحد من الجمهور ديالو يفهم سكيفي حاولنا نصوا المهام اللي عمر يهضر بالمغربيه ورجاء تتضرب الخارجيه مي رجاء 40% تتعوج بعد المرات المغربيه وهذا الشيء اللي كاين ماشي مشكل سؤال ثاني واش انت راضيه بهاد الاغنيه اللي نزلتي ونقطع على 10 وعر 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 جاوبيني من نزلت أغنية راضية عليها أكيد كل الرضا حيت أغنية ماشي سهلة أغنية أنا بالنسبة لي تنعتبرها غير على الستيل اللي كتغني رجاء جاوبيني بكل صراحة وبركة من ذاك لغة الخشب عفاك واش أنت راضية بالأغنية اللي نزلتي راضية على الأغنية اللي نزلت وبنسبة 10 على 10 رجاء واخا السؤال الثالث ونقدر نقول لك السؤال الصعب في هذه الأسئلة اللي صيفت لك دابا رجاء اختاري أحسن صوت ما بين هاد ثلاثة الفنانات أسماء منور هدى سعد دنيا بطمة ما يمكنش نختار حيت كل واحد كل واحدة في البنات عندهم عندها ستيل خاص بها ما يمكنش نختار وما بثلاثة جاوبيني وحدة دابا انت بحال كتقول لي شكون حسن هاد الاصوات في هاد الاصوات عبد الوهاب الدكالي جاستن بيبر وراشد الماجد بقى لحد الان ما جاوبتينيش بلاتي نطفيها جاوبيني بكل صراحه ما يمكنش نجاوبك واخا اخر سؤال شنو هي نقطه ضعف رجاء بالمير بلاتي بقاي معايا عمر بيان فريمون فرانشمون بيان اسئله واعرين اجوبه عجبني الجواب الاخر ديالها فريمون جواب واعر الجواب ديالك الاخر واعر بزاف الضعف ديالها يا الخوات فريمون سي الحب الحب